انا هحكي لك تجربه صغيره لام كان عندها طفله بيحضر تلفزيون كثير، فلما تقول لي مثلا خلاص زمن التلفزيون ده خلاص انتهى بيبكي لما بيتشنج، فده كان الحته الوحيده بالنسبه له هي الفني او اللي بيتلقى منها حاجه. جابت له صلحه فبقت تقول له انت اللي معاقب ما حتحضر تلفزيون، لا انا مش هقعد مع دومي ما مشكله. حلو طيب كمان مسميه اي فموضوع انه شويه الاطفال بيكونوا انطوائيين او معتمدين على حته معينه انه يشيلوا منها معلومات، دي بتعالج لهم الموضوع ده. في اطفال خجولين ما بيقدروا يتعاملوا مع الاطفال الثانيين، ما بيقدروا يدخلوا في المجتمع بصوره كويسه، الحيوانات قاعده تساعدهم كثير في انه يتخطوا الحاجه دي ويقدروا يتعايشوا مع المجتمع بشكل افضل.